Αγιος ο Θεός, Αγιος εσέρος, Αγιος ασανάτος ο Αναστάς, των νεκρών και ανέλθον εστός ουρανός, ελέησον ημάς δόξα πατρί και υιόν και άγιο πνεύματι και νυν και αεί και στον αιώνας των αιώνων. Αμήν και τρίας ελέησον ημάς. Ευχαριστώ ειρηνήτα ασύ και το πνεύμα τε εσώ. Αγίου السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب التلاميذ والقديسين رسل الأطهار المكرمين قائلاً إن أنبياءً وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع، لنستحق أن نسمع العمل بنجيلك المقدسة بطلبة. قديسين صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وعصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقونا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجانا كلنا، شفانا كلنا، وقيامتنا سونك توقات لو كان اجيو اف انجيليو تو انا نسما صاسي كيري كفو بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصنوا من بشارة الإنجيل لماري معلمنا لوكا البشير التلميذ الطاهر بركاته. أبينا داود النبي
بركاته على جميعنا آمين. ليروى حرسها ولتكسروا أسمارها وتفرحوا بقطراتها فتنبتوا، تبارك إكليل السنة بصلاحك وبقاعك تمتلئ من الدسم. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. اجتمع جمع كثير أيضا من الذين جاءوا إليه من كل مدينة، قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على صخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسامع فليسمع. وكان تلاميذه يسألونه: ما هذا المثل؟ فقال لهم: أنتم قد أعطي لكم أن تعلموا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال، حتى إنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. وهذا هو المثل: الزارع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون فيختنقون من هموم الحياة وغناءها ولذاتها ولا يثمرون ثمرا. أما الذي
سقطا في الأرض الجيدة هما الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. إكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. نشكر ربنا على عطيته الحلوة وأنه بعت لنا النهاردة قناة النيل الثقافية تبث قداس الأحد المبارك. شكرا لكم وعلى تعبكم. فصل إنجيل هذا الصباح هو فصل محبب قوي لقلوبنا لأنه الحقيقة بيتكلم عن أنواع القلوب البشرية، والحقيقة نلاقي ربنا دايماً بيحب يكلم ناسه بأمثال. فخلينا النهاردة نركز على فكرة المثل. ليه ربنا دايماً لما يحب يشرح حاجة أو لما الجمع يجتمع والناس عايزة تسمع حاجة حلوة ما يكلمهمش مباشرة على طول، لا يحكي لهم مثل. يعني مثلاً عايز يكلمهم عن التوبة يقول لهم ده كان في رجل غني عنده ولدين، الولد الصغير كان شقي شوية فراح لابوه وقال له أنا عايز ميراثي، فابوه اداله ميراثه، راح بدده وكل مع الخنازير واشتغل خرنوب أكل الخنازير ورجع على أبوه مستنيه. ما حكاش على التوبة على طول، لأ حكى مثل عن التوبة أو قصة عن التوبة وقد إيه الأب الجميل ده كان مستني ابنه أنه يرجع يقول له أخطيتي أبي في السماء وفي الأرض. عايز يتكلم عن الرعاية وقد إيه ربنا بيهتم بينا، فكان يقول لهم بصوا كده على الحقول وزنابل الحقل والطيور شكلها حلو إزاي، كان بيكلمهم بأمثال. أول مثل رب المجد كلمهم بيه كان المثل بتاع النهاردة. مثل بتاع النهاردة زي ما قلت لحضراتكم مثل محبب قوي لقلوبنا علشان بيتكلم عن القلوب وأنواعها. لكن قبل ما نتكلم عن القلوب تعالوا نشوف ايه اللي بيترمي في القلب، ايه البذرة اللي بتترمي في القلب. في البداية التلاميذ ما فهموش المثل، المسيح قال مثل والتلاميذ قالوا له احنا مش فاهمين انت بتقول ايه، ما تشرح لنا انت بتقول ايه. فالحقيقة رب المجد وفر علينا الشرح وشرح وقال إن البذرة دي هي كلمة الله، قصده إن المفروض يترمي جوه قلوبنا واللي يترمي جوه ودننا واللي لساننا دايما تقوله هي كلمة الله. مفيش حاجة تانية تترمي جوه قلبنا، مفيش أي حاجة نجمعها ونحطها جوه قلوبنا ونبقى فرحانين بيها. إيه البذرة دي؟ هي كلمة الله. وخلي بالكم إن ساعات لو ركزتوا كده هتلاقوا في البولس قال لنا قاعدة في الزراعة ملاش حل. إيه القاعدة؟ قاعدة بتقول اللي يزرع بالشح يعمل إيه؟ يحصد بالشح. طب اللي يزرع بالبركة يحصد بالإيه؟ بالبركة. يجي في الكسر يكون يكلمنا عن نوع من أنواع البذار اللي هي الكلمة. تلاقي الكسر يكون من رسالة يعقوب يكلمنا عن اللسان، يقول اللسان ده شر، اللسان ده نار، اللسان ده بيرمي الكلمة ويعور اللي قدامه من غير ما يحس، نوع من أنواع البذور. القلوب اللي احنا عايزين نتأمل فيها النهاردة هي أربع أنواع من القلوب. قلب على الطريق مش مركز، بيسمع كلمة ربنا بالصدفة،
دخل جنازة بعد الشر عنكم، لا أحد بيتكلم عن ربنا أهو سمع، ركب عربية غصب عنه لقى شريط شغال أهو سمع، عالطريق لكن مش مركز. هنشوف نتيجة البذرة لما تترمي على قلب زي ده في الآخر. قلب تاني مليان صخر أكنه الرصيف. أنا بتخيل معاكم كده إن المسيح خد الجمع المجتمع قال لهم بصوا الحتة دي أنا لو رميت فيها ده، الحتة دي الطريق لو رميت فيها بذرة هيحصل لها كده، اتحركوا شوية كده، ده الرصيف مليان حجر، لو رميت بذرة هيحصل لها كذا، ادخلوا شوية. كان زمان الفلاحين اليهود علشان كان في كلاب وتعالب وحاجات زي كده يعملوا سور من شوك حوالين الايه الحقل بتاعهم، فالمسيح قال لهم بصوا هرمي برضو البذرة فين؟ في الحتة بتاعت الشوك، وهرمي البذرة في الأرض الجيدة. أول أرض المسيح رمى فيها البذرة، لأن المسيح هو الزارع والبذرة هي كلمة ربنا، كانت ناس سمعت عن المسيح وفرحانة بمعجزاته فما تأثروش بيه. تاني نوع كان ناس مليانين تجارب والتجارب عندهم أهم من أي حاجة، فكلمة ربنا دخلت ما لقيتش مكان لأن قلوبهم قاسية، بتشوف التجارب والمشاكل ما بتشوفش حنية ربنا عاملة زي الصخر. ثالث نوع ناس مهمومة بهموم العالم. هو المسيح شرح لنا ثلاث أنواع من الأشواك، قال هموم وقال غنى وقال لذات. مين فينا ما بتجربش التجربة دي؟ يسمع الكلمة لكن دماغه شغالة في مشكلة الشغل أدي هم، أو هيجمع لآخر الشهر إزاي أدي الغنى، أو الخطية المحببة بتاعته وده الذات والملذات. علشان كده المسيح قال إن قلبه مشغول بالفكرة دي ما يطلعش ثمر. وانتوا حبايبي عارفين يعني ايه شجرة ما تطلعش ثمر، فاكرين المسيح قال ايه؟ الشجرة اللي ما تطلعش ثمر اللي يحصل لها تقطع وتعمل ايه؟ ارميها في النار تتحرق، ملهاش لازمة. المسيح في مرة ماشي لقى زرعة مش مطلعة ثمر، عمل فيها ايه؟ لعنها وقال لها كفاية تمثيل وعبارة سطحية. خلي بالكوا كمان ان البذرة واحدة لكن الثمرة بتبقى كتير. البذرة تطلع شجرة والشجرة تطلع مجموعة ثمر. يعني يا ابونا عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الكلمة اللي بتطلع من بقك ومن بقك بيبقى لها ثمار. اوعى تفتكري ان الكلمة اللي طالعة ولا البذرة اللي بتطلع من بقك كده طايرة في الهواء ما يبقاش ليها اثر، لا بيبقى ليها اثر. وساعات الكلمات اللي طالعة من بقنا او البذرة اللي طالعة من بقنا بتبقى امضى من كل سيف ذي حدين اصعب. كل واحد فينا قاعد في الكنيسة النهاردة جرب يعني إيه يسمع كلمة تقيلة من حد بيحبه ويتعب بيها ويتأثر ويبقى مش قادر يتكلم، أصل البذرة ترمت في وشي، قصدي الكلمة ترمت في وشي. علشان كده يا حبايب خلي بالكم من بذركم، بتزرعوا في قلوب الناس إيه. في شخص لما تشوفه تفرح أصل هو زارع جوه قلبك محبة، وفي شخص لما تشوفه ما تبقاش عايز تسلم عليه لانه زارع في قلبك كراهيه. خلي بالك من بذرتك، انت زارع في قلب الناس ايه؟ اذا كان المسيح في مثل الزارع هو الزارع، لكن في الحياه انت الزارع الحقيقي. زارع في اللي حواليك ايه؟ زارع في بنتك ايه؟ زارع في نفسك ايه؟ اصل انت اول ثمره هتاكلها هي ثمرة اللي البذرة بتاعتها زارعها جوه نفسك. يعني لو زارع قانون روحي قوي، صلاة كل يوم، كتاب مقدس مفتوح، وكل أسبوع قداس، وكل شهر اعتراف، وكتاب روحي مقدس، هتلاقي الثمرة بتاعت نفسك ثمرة مقدسة مفرحة. طب لو زارع ثمرة في اللي حواليك محبة وخدمة واحتواء، والكلمة اللي مش بنحب نسمعها احتمال، لأن الحقيقة من ضمن البذار اللي كلنا مطالبين إن احنا نزرعها في قلوب الناس حوالينا هي بذرة الاحتمال. لما تيجي مشكلة كبيرة ونقعد نتكلم فيها تلاقي المشكلة كلها إنك مش قادر تحتمل. طب معلش لو مش قادر تحتمل بص المنظر ده بتاع الصلب، وانت تعرف إنك ما احتملتش حاجة ولا هتعرف تحتمل زيه.
فالمشكلة اللي انت مش قادر تحتملها هتعدي من غير فلسفة ومن غير اي حاجة. النظرة للمسيح المصلوب تعلمنا الاحتمال الحقيقي. حاطت في قلوب اللي حواليك ايه؟ فرح ومحبة ولا دينونة؟ ما انت البذرة اللي انت زارعها دينونة هتدان بيها، والبذرة اللي انت زارعها فرح ومحبة وسلام اول واحدة تاكلها انت. علشان كده يلا نتعلم مع المسيح ازاي نزرع، ودي مهمة علشان نحصد. لو سمحتم ازرعوا في العالم كلمات المحبة، ازرعوا في العالم كلمات الاحترام. من فضلك وحضرتك، كان زمان لما نيجي نتعامل مع بعض لازم كلمة حضرتك وحضرتك في النص، مش الألفاظ السوقية اللي بقت معتاد عليها في الميديا وفي وسائل الإعلام. ده مش لسنا، والمسيح مش معلمنا ان احنا نتكلم بالطريقة دي. المسيح لما جه يتوصف وهو بيتكلم وصفوه ازاي؟ قالوا عليه لا يصيح ولا ايه؟ ولا يسمع احد في الشوارع صوته. يبقى اللي صوته عالي وعمال يزعق ده مش مسيح، ولا اتعلم من المسيح حاجة. اللي ماشي عمال يبشر وهو صوته عالي ومال الدنيا ميكروفونات وزعيق، ده مش مسيح. هيبقى مسيح ازاي؟ علشان كده يا حبايب القلب لو سمحتم ركزوا ان البذرة الصغيرة انت اللي بتجني ثمرتها، سواء بقى في التربية مع اولادك، سواء في التربية مع نفسك، في العلاقات اللي حواليك. لان حقيقي ولادنا بيجونا كتير يقعدوا يتكلموا معانا يقولوا انتوا بذرتوا فينا بذرة المحبة، بس انا في الاشغال مش قادر استخدم الطريقة دي. ده كلام نظري. لا معلش، ده كلام عملي. غير العالم بسلوكك، غير العالم ببذرك لكي تحصد الثمر المقدس. كلنا مدعوين النهاردة ان احنا قلوبنا تبقى ارض صالحة للبذرة الصالحة اللي ربنا بيدهلنا. فتعال بقى دور جوه قلبك ايه نوع المحرات اللي انت عايزه، علشان يحفر قلبك كده ويجدد التربة. ايه نوع المية اللي انت محتاجها عشان ترتوي بيها؟ ايه شبكة الري اللي لازم تبقى جوه قلبك؟ فين المهندس الزراعي اللي بيشرف على تقسيمات الارض عشان تطلع زرع؟ ما هي ما فيش ارض هتطلع ثمر جيدة من غير خطة اعداد جيد. تعرفين الكنيسة ليه اختارت الفصل ده النهاردة خطة اعداد جيد برضه؟ لان النهاردة او اول اسبوع في هاتور او في الشهر الثالث القبطي بداية موسم الزراعة، الزراعة الشتوية. فالكنيسة تقول لك ركز بقى يا حبيبي، ابتدي ازرع في قلبك زرع مقدس. دور على مهندس زراعي كويس، دور على أب كاهن مختبر تقعد تتكلم معاه وتتعلم منه، دور على شبكة رأي، شبكة أصحاب ترويك وتشبع. بدل ما احنا عمالين نتكلم فلان عملت وفلان سوى وده عمل وده سوى، ما بطلوا كلام وتكلموا عن المسيح. دور على شبكة رأي مشبعة، دور على سماد يطلع ثمرة صالحة. انتوا عارفين الناس اللي بتزرع أشطر مني، إن حضرتك وحضرتك لو حطتيش سماد في الأرض اللي بيحصل تلات أرباع محصولها بيبقى بايظ. طب ما تيلا، إيه السماد يا حبيبي اللي أنت محتاجه؟ كلمة كتاب مقدس، كتاب مقدس بين إيدك. ده إحنا هنتحاسب إن كل واحد فينا ليه كتاب مقدس شخصي. زمان كانت مخطوطة واحدة قبل الطباعة والناس كلها تحفظها علشان تعرف تصلي بيه. دلوقتي كتابك المقدس مطبوع بين إيدك، دي حاجة تدينك وحاجة تقول لك لو سمحت ركز في بذرتك. تعالوا نراجع كده بسرعة. مثل الزارع بيقول لنا أربع أنواع من القلوب: قلب على الطريق بيسمع الكلمة ويمشي مش فارقة معاه، قلب حجر مليان أسية مش قادر يستحمل مراحم ربنا في حياته، قلب مخنوق بالهم وبالغنى وبالذات، وفي الآخر قلب جيد. الحقيقة ما سبناش كده، قال لنا المفتاح الزراعة أو مفتاح الحقل بتاعنا الصبر. يقول ويثمرون بالصبر. الفلاح عارف أنه محتاج الزرعة دي تقعد بالخمس والست شهور علشان تطلع ثمرة،
وما بيكلش وما بيتعبش ان كل يوم يروح يشوفها لحد ما يفرح بثمرها. طب ما هي دعوة لينا كلنا ان احنا نصبر. الكتاب يقول الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. ما فيش خلاص من غير صبر. طب انا خاطي وبعمل خطية، اصبر على نفسك. طب انا مراتي عصبية وبتزعق، طب انا جوزي اسلوبه صعب وغير محتمل، اصبر وصلي له. عايز تثمر وتطلع ثمرة حلوة بعد ما بقى قلبك خلاص بقى حلو وصالح للزراعة، لازم تصبر. ولازم كمان في الصبر تبقى مركز انت بتصبر ليه، مش بتصبر عشان الآخر، انت بتصبر علشان نجاحك انت. لو صبرت على مراتك واديتها كمية صلاة وكمية قديسين يحطوا بيها، بكرة تبقى كويسة وانت تبقى مبسوط بالثمرة بتاعتك. تقف قدام ربنا تقول انا غيرت مراتي، مش بالزعيق ومش بالسلطه ومش بالسيطره، بوقفه صلاه. عندنا قصص كتير لده. اخر حاجه هتكلم فيها هو جمال الزارع. في القصه دي مش باين الزارع بيعمل ايه ولا المجهود اللي بيعمله الفلاح عشان يطلع ثمره، بس حضراتكم بتتخيلوا شكله وهو ماسك فاس وعمال يفلح في قلبك. بتتخيل شكله وهو عرقان ومجهد. افتكر العرق والجهد ده في بستان جثيماني يوم الخميس لما عرقه تحول قطرات دم. عايز تقول يا ابونا، عايز اقول ان المسيح بيتعب عشان يطلع منك ثمرة كويسة. ساعده لو سمحت، ما تتعبوش اكتر من كده. افتكر دايما شكله وهو تعبان ومجروح عشان خاطر حضرتك. من فضلك ساعد المسيح انه يجدد حياتك ويديك الحياة الأبدية. علشان لو قعدت اتكلم عن الزارع مش هبطل كلام. قد ايه بيحب وقد ايه بيتعب وقد ايه مش مستني حاجة الحقيقة، وقد ايه واثق انك هتتغير مهما بعدت ومهما الشجرة ما طلعتش ثمرة، هو واثق انها تطلع ثمرة ومتأكد ان حضرتك وحضرتك هتطلعوا ثمرة وان احنا كلنا هنتجمع في الملكوت. علشان كده كلموا الزارع ده كتير وقولوا له تعالى نضف قلوبنا، تعالى شيل الحشرات والديدان والاوساخ اللي موجودة جوه حقولنا، تعالى ارمي في قلوبنا بذرة صالحة لكي ما تثمر ثمرة مباركة. ربنا يدينا ان احنا نبقى ارض صالحة جيدة للزراعة، ونشوف قد ايه الزارع المحب لينا محتاج انه يفرح بثمرنا، محتاج انه يعيش معانا ويكون موجود في حياتنا. لها كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. تخنو باسمي إنس وبنت باي إهو بيوايك طاب فرا أني من راتي أنت بخريستوس أربريز بفينري قون وتنشو سن بترين تسعوتو ماري أصنافين بين صوتير انت فكان النوفين آني فولتو مارود فيوت نمي بشيرين امبب نفما إنسو ابتتري سجي كفولتي نوشتر سنتين انسو في يسرو بروسخمين كريا ليسون خن أم اسمي أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تعلم وكبرى قام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس منك قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظرك ما الأموات وحياة الدائر الأتياء آمين أختيتي أخوتي سامحوني صلوا لأغلى دعوتي أختيتي حالي النبي محتاجين اذكرنا صلاتك شلي حسد إبليس هدمته بالظهور المحل الذي لابنك ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام السماي هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الآلي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلام طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل ريا ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت وجعلنا كلنا يا سيدنا مستحقين أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انتراحنا في دينونة من موهبة غير الميت السمية بالمسيح يا يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم
قفوا بخوف ورادة وإلى الشرق انظروا ننصر بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا سب نوت انت تي مثني بين شوب خضو اني ني او تو ينور شايني في شوب خنيت شو سي او ادغشتي جنت سبيو ותב סמיונת ונמב קהין נמב יום נמניתן חיתותי אירו פיוטם בן שויס אוווח בן נוטי אוווח בן סוטי ריסוס ביחרי فاي تام سام مبتر ايفوليتو نيتونا فيرو نمنيتن سناف ايرو اوان الجالسو على عرش من داه والمسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذين
يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والعروش والقراصي والأرباب والقوان وإلى الشرق انظروا أنت Ah.
وصيتك بوية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية نفينا من فردوس النائم لم تتركنا عن قيدا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم
طريق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مابعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصراط